السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة المتواضعة. تحياتي لكم جميعا وأشكر الجميع المتابعة المستمرة والدعم. إذا كانت هذه أول مرة لك في القناة أتمنى منك الاشتراك. قد طلع علينا بعض الإخوان المسطحين ببعض الحجج الغريبة التي هي يعني صراحة لا تنم إلا عن ما أعرف يعني إصرار وعناد على الجهل، يعني أن تكون المعلومة أمامك وفي متناولك وتستطيع الوصول إليها خلال ثواني، وأن تختار أن تفكر بطريقة جاهلة وبطريقة من العصور الوسطى، يعني بطريقة منافية أصلا لروح الإسلام. يعني هذا الإسلام الذي يقول لك والله اقرأ في أول كلماته، اقرأ واذهب وابحث وتبحر وافهم، يعني شيء مؤسف جدا. يأتي واحد من الإخوان المسطحين ويقول أخي لا يوجد شيء في الفضاء، وهذا الفضاء غير موجود، ويعني هذا كله كذب، وهم يقولون أن هناك فضاء ولا يمكن أن يكون هناك فضاء، يعني أشياء غريبة جدا. يعني هذا تناقص الضغط الجوي بإمكانك أن تثبته بتليفونك الخلوي، يعني في مستشعر للضغط الجوي، وكلما ارتفعت قليلا الضغط الجوي ينخفض، إلى أنك إذا يعني صعدت مثلا على إلى جبل ستجد أن الضغط الجوي انخفض كثيرا، وهذا يعني المقياس دقيق جدا لدرجة أنه يعني يستعمل في الطائرات. يعني تستعمل في الطائرة أنت الضغط الجوي هذا حتى تستطيع أن تعرف أنت ارتفاعك، يعني المعادلة بين الضغط والارتفاع شيء يعني بقمة الدقة. شيء مذهل أن يأتي مسطح ويقول والله لا يمكن وأن يحدث هذا الشيء. طبعا أنت عندما كلما صعدت إلى أعلى تكتشف أنه في نقطة معينة سيكون الضغط الجوي يعني شبه صفر أو منعدم بكل بساطة، يعني الأمر سهل وبسيط. ثم يقول والله إذا كان هناك فراغ أو فضاء فمعنى هذا أن الله خلق الدنيا عبثا. هذا الكلام العجيب، يعني هو ينبغي أن يكون كل مكان موجود فيه شيء حتى يكون هذا المكان ذو قيمة؟ يعني في أماكن أصلا لأنها فارغة هي لها قيمة أو لها مجال حتى تستطيع أن تضع فيها أشياء، حتى تستطيع أن تتحرك فيها الأشياء. الشارع عندما يكون فارغ هو له capacity، يعني قدرة على احتمال الأشياء التي تتمر فيه. أنت تحتاج إلى الفراغ هذا أو الفضاء هذا أن يكون فارغ حتى يمر فيه الأشياء، تمر فيه الأجسام، تمر فيه الحرارة، تمر فيه الضوء. هذه الأشياء يعني إذا كان هذا الفضاء مصمت، يعني كيف ستصرك هذه الأشياء؟ ونحن نعرف أن هذه الأشياء تأتينا من الفضاء لأننا نستطيع أن نرصدها، نستطيع أن نرصد الأشعة الكونية القادمة، نستطيع أن نرصد النيازك والشهب والأشياء التي تأتينا من الفضاء ونراها، وتستطيع أن تذهب في رحلة أنت يعني برية إلى منطقة معتمة وتجلس وتشاهد هذه الأشياء، وفي ناس تعمل حفلات عليها، حفلة لمراقبة الشهب القادمة مثلا، ولها أسماء، يعني كل حسب المنطقة التي تحدث فيها الشهب هذه والوقت من السنة الذي يحدث. تستطيع أن تأخذ من أحد الفلكيين في منطقتك وتعرف أين ستكون وتذهب وتراها بأم عينك. شهب تنزل من السماء في مواعيدها، زخات من الشهب تستطيع أنت أن ترصدها بعينك، يعني هذا المكان موجود ومفتوح ويأتيك عليه يأتيك أشياء من الخارج تراها. الأشعة الكونية بالإمكان أن تصنع أنت غرفة أو حجرة صغيرة من الغاز وتقوم أو من الدخان والبخار، تستطيع أن ترصد فيها الأشعة الكونية وهي تدخلها، ليست حتى بالشيء الصعب. الاسكيماتيك موجودة أونلاين بإمكان أي شخص أن يعملها. ثم طبعا هناك قدرتنا على رصد هذه الأشياء الخارجية بالتلسكوب، يعني أشياء مذهل. يعني أنت عندما ترصد التلسكوب بالتلسكوب وترى أن كوكب مثل زحل مثلا له حلقات، لماذا له حلقات؟ لماذا يخلق الله شيء لا نستطيع أن نراه بعيننا المجرد إذا كان هذا الكلام صحيح؟ يعني الله يخلق ما لا تعلمون، هناك أشياء كثيرة يخلقها الله لا تعرف عنها شيء. واحد يقول والله لأن هناك ثقب أسود معناها أن هذا الشيء يخالف القرآن وأن في السماء في فروج. من قال لك أن الثقب الأسود هو فروج؟ من قال لك أن الثقب الأسود هو يعني خطأ في السماء أو أنه عيب في السماء؟ من قال لك هذا الكلام؟ هذا كلام يعني غريب. وطبعا هناك في السماوات أشياء لم يكن بحسبان الناس أنها موجودة، هذه الكويكبات الموجودة مثلا بين المشتري والمريخ لم يكن الإنسان قادر على أن يرصدها، يعني حتى بعد الرسول بألف سنة لم يستطع الإنسان، حتى توصل الناس إلى التلسكوبات والتلسكوبات المتقدمة أيضا حتى بدأت ترصد هذه الكويكبات الموجودة، وكانوا يعتقدوا أن بعض منها كواكب.
لم يكن بحسبانهم أن هناك أشياء لا يعرفها الإنسان موجودة في السماء. لماذا هي موجودة؟ لماذا هي موجودة؟ هل ينبغي أن يكون كل شيء موجود في السماء؟ قال لك الله تعالى بكل بساطة وبكل سهر وبلغة جامعة، قال ويخلق ما لا تعلمون، يعني كل الذي رأيناه وعرفناه وسمعناه وشاهدناه ورصدناه وحسبناه وكل هذه الأشياء، ولا يزال هناك أشياء كمان أيضا لا نعرف عنها شيئا. يعني كانت الناس ترى المذنبات، من أين تأتي هذه المذنبات؟ شيء في السماء جديد لم يكن مسبوقا، لم يكن موجود من قبل وأصبح موجود وصارت الناس تشاهده. حتى في بعض المذنبات كان يراها الناس في النهار، النوفا كانوا يروها الناس بالنهار، ضوء جديد، شمس جديدة. يعني بعض منها كان بعض الناس كانوا يقولون والله أنا كانت ترى بالعين المجردة في واضح النهار. يعني هذا الشيء واضح أنه يعني باستثناء القمر لا يوجد أي جرم تاني تستطيع أن تراه أنت في وضح النهار إلا إذا يكون يعني قمة اللمعان. فهذه النوفا يعني مرصودة عدة مرات تاريخيا أن تحدث انفجار لكوكب ولنجم. وللعلم هذه النوفا يقومون الآن أصلا بالرجوع إلى الأدلة التاريخية، لأنه مثلا حدث نوفا في هذا الوقت، فمن الآن نستطيع أن نراها نرصدها ونعرف كم سنة صار لنا من وقت ما رصدوها أول مرة، ونعرف كم توسعت خلال هذه الفترة. يعني أشياء موجودة كما قلت أنا، هذه الأشياء كلها لا تستطيع أن تراها بالعين المجردة، تحتاج أنت إلى أدوات، تحتاج إلى تلسكوب، تحتاج إلى تلسكوب راديوي مثلا أن حتى ترصد هذه الأشياء، إلى مرصد مثل مرصد ليجو للموجات الجاذبية التي تستطيع أن يرصد أشياء لا نستطيع أن نراها، أو قدرتنا على رؤيتها محدودة، أو هي بعيدة لدرجة أن المجال المغناطيسي أو الأشعة الكهرومغناطيسية لا تستطيع أن تصلنا بسهولة ولا نستطيع أن نميزها، أو هناك بيننا وبينها مثلا غيوم وغبار هذه تحجب عنا مثلا ما وراءها ولكن لا تحجب بموجات وبأطياف أخرى. يعني الإنسان الذي ينظر ويفكر قليلا سيعرف على الفور أن هناك أشياء كثيرة موجودة في هذا الفضاء الرحم الوسيع جدا، يوم يعتقد أنه والله لا يوجد هناك شيء وسيع واسع. انظر إلى كوكب المشتري ستعرف أنه بعيد، ستعرف أنه بعيد، وستعرف أنه يذهب ويختبئ أو لا يختبئ، يعني هو يمر خلف الشمس في الفترة التي لا تستطيع أن ترصده فيها. وانظر إليه تجد أن له أقمار تدور حوله، قمر كامل كبير ليس بالصغير، أنت تستطيع أن ترصده وتستطيع أن ترصد حتى أن هذا القمر وهو يصنع كسوف على الكوكب مثل كوكب المشتري من الأرض وبالتلسكوب، وتستطيع أن تراه بنفسك ليس اعتمادا على قول أحد آخر. هذه الأشياء الموجودة في السماء وهذه الأشياء الموجودة بالكواكب وهذه الأشياء الكثيرة الموجودة في الكون، هل هذه خلقت عبثا؟ نحن لا نعرف لماذا خلقت، ولكن هذا لا يعني أنه خلقت عبثا نهائيا، لكنها موجودة. وهذه الأشياء لأنها موجودة فهي تضحط كل الكلام الذي يقول والله أنه يعني إذا خلق الله الفراغ أو الفضاء فهذا معناته أن هذا المكان فارغ، هل يعقل أن الله خلق شيء مثل هذا لا يكون له فائدة؟ لا له فائدة، ولكن أنت لا تفعل لا تعرفها، الله له حكمة ولكن أنت لا تقدرها. هناك أشياء كثيرة مثل هذه في حياتنا وفي حولنا في كل مكان، لا نستطيع أن نفهم إحنا لماذا هناك جبال شاهقة بهذا الحجم، وأرادها الله أن تكون كذلك. وبنفس الطريقة في الفضاء هناك الكثير والكثير، يعني حتى كلمة كويكبات هذه لم تخطر على بال بشر، لم تخطر على بال بشر، لم يكن يعرفها أحد حتى تم اختراع الكلمة أسترويد، هذا تم اختراعها في القرن 17 أو 18، لم يكن أحد يعرف ماذا يسمون هذا الكويكب الصغير، هذا الحجر الذي يطير في السماء ماذا يسمونه. الشهب يعرفونها تنزل، أو النيازك أو كذا، لها تسميات كثيرة يعرفونها، المذنبات يعرفونها مثل الشهب لكن كانت لا تنزل، ولكن هذا الذي حدث. حياتي لكم، أراكم في اللقاء.